السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة الرابعة؟ النهاردة بإذن الله هتدي في الدرس الخامس، ودرسنا بعنوان رموز بلدي. ببساطة كده يا سنة الرابعة، الدرس ده سهل جدا. كل الحكاية ان هو بيتكلم عن علم مصر اللي هو علم بلدي مصر. طبعا معروف يا سنة الرابعة ان كل دولة في العالم كله ليها علم مخصص بيها، والعلم ده بيميزها عن اي دولة، والعلم ده كمان بيختلف عن كل الاعلام اللي موجودة في كل الدول. ولكن كده خليني اعرفك يعني ايه علم. العلم هو ايه؟ هو عبارة عن رمز كده بتاخده الدولة او بتاخده كل دولة، بيعبر عن تاريخها وتراثها، وكمان كل جزء او لون موجود في العلم ده ليه معنى خاص بيه. فانا لو سألتك هنا ما المقصود بالعلم، هو ايه؟ العلم هو رمز يتخذه كل بلد ليعبر عن تاريخه وتراثه، ولكل جزء فيه معنى خاص به. طيب تعال نشوف كده علمنا في دولتنا مصر هو شكله ازاي ولونه ازاي. الرموز والألوان في علم مصر، طبعا اتخذ علم مصر شكله كده شكل مستطيل، وبيتكون من ثلاث ألوان: الأحمر والأبيض والأسود. يا ترى احنا الألوان الموجودة في العلم بتاعنا كده ألوان كده عشوائية وخلاص، يعني اخترناهم ركبناهم تركيب أحمر على أبيض على أسود علشان هم لايقين على بعض وخلاص كده؟ لا طبعا، كل لون في موجود في العلم بيدل على حاجة معينة. ازاي يعني؟ مثلا الأحمر بيعبر عن مرحلة النضال ودماء الشهداء من أجل الحرية، يعني في فترة في عدد في مصر كده كان فيها نضال، وإن الشعب كان بيناضل علشان ينال الحرية من الدول المستعمرة. كان في دول مستعمرة مصر أو كانت بتحاول تاخد بلدنا، وكان في أبناء من مصريين كانوا بيحاولوا إن هم يناضلوا ويطردوا العدو ده خارج مصر، وعلشان كده اللون الأحمر ده بيدل على دمائهم أو دماء الشهداء من الحرية. طيب بالنسبة للون التاني الأبيض، بيعبر عن السلام، والأسود بيعبر عن الظلم اللي تعرضت ليه مصر في فترات الاستعمار. طبعا معروف خلاص احنا ذكرنا ان مصر تعرضت لفترات من الاستعمار من دول اخرى، ولكن الفترة دي احنا بنرمز ليها باللون الأسود الموجود في علم مصر كده. معايا ثلاث ألوان: أحمر بيدل على النضال، أبيض السلام، الأسود على الظلم. مين مركز معايا؟ العلم بس فيه تلات ألوان ولا فيه حاجة تاني؟ برافو سنة. طبعا موجود في النص كده النسر، والنسر ده لونه ذهبي أصفر ذهبي، وطبعا موجود في النص كده في علم مصر. طب واحنا اشمعنا يعني النسر؟ ما ممكن حطينا مثلا مركب أو أي حاجة تانية مثلا، أو معالم أثرية؟ لا، حطينا النسر أو تم اختيار النسر ده لأنه مأخوذ من نسر صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي طبعا معروف الشخصية التاريخية دي، كان ليها نسر أو كان ليه نسر، وإحنا أخذنا النسر منه، وده بيرمز لإيه؟ بيرمز لقوة مصر وعراقة حضارتها. بيرمز لإيه سنة رابعة؟ لقوة مصر وعراقة حضارتها. طيب كده خلينا نشوف مع بعض هو العلم بنرفعه فين، الأماكن اللي ممكن نرفع فيها العلم بتاعنا. طبعا لأن العلم ده هو رمز الدولة بيدل على دولتنا، فيجب أن يرفع في جميع أنحاء البلاد، يعني في كل مكان. ولكن هو بيرفع في الوزارات والهيئات الحكومية، في المؤتمرات والمناسبات الرسمية، في المواقع السياحية، ووسائل النقل الدولية زي الطائرات كده اللي بتسافر من دولة لدولة. بعد ما ذكرنا ان العلم ده مهم وبيدل على دولتنا، احنا المفروض نعمل ايه لما نشوف علم مصر او نكون مسكين او قريبين من العلم؟ هنعمل ايه؟ في مظاهر كده بنسميها مظاهر الاحترام للعلم، اللي هي ايه سنة رابعة؟ ان انا احترم علم بلدي طبعا واجب عليا، اللي هو واجب وطني لانه بيدل على رمز الدولة بتاعتي. وعلشان كده اكدت المادة 223 من الدستور المصري لعام 2014 ان اهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون. يعني اي حد شفته بيهين العلم أو في السلوكيات مش كويسة، فإنت المطلوب منك تبلغ عنه علشان هو كده بيهين العلم المصري، ودي جريمة بيعاقب عليها إيه؟ القانون. تعال نشوف إيه السلوكيات اللي بتعبر عن أن أنا بحترم علم بلدي. أول حاجة، الوقوف باحترام أثناء تأدية تحية العلم، تمام؟ اتنين، المحافظة على العلم ورفعه عاليا. تلاتة، عدم الكتابة أو الرسم على العلم. أربعة، عدم لمسه للأرض أو ابتلاءه بالماء. خمسة، عدم تمزيقه أو حرقه.
واحنا طبعا في الطابور بتاعنا، الطابور الصباحي في المدرسة، دايما بنكون العلم مرفوع ومرفرف، زائد ان هو النشيد الوطني بيكون شغال واحنا بنغني معاه اللي هو بلادي بلادي. طبعا النشيد ده هو تلحين الشاعر المصري سيد درويش، ومن اللي ألف الكلمات الموجودة فيه هو تأليف محمد يونس القاضي. وبكده احنا خلصنا الجزء الاول من الدرس ده، طبعا كمل الجزء الثاني من الدرس في فيديو تاني بعد ده على طول.